بعد النجاح الباهر لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت وقائعها في وهران 2022 ودفع ملف ثقيل لاستضافة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2025 وبعد التنظيم المحكم لكأس العرب للناشئين وتقديم بطولة في المستوى في السباحة، ها هي الجزائر تبدع مرة أخرى في إعطاء نسخة استثنائية في رياضة اسمها المبارزة. المكان قاعة حرش حسن بالعاصمة، التاريخ من 10 إلى 13 نوفمبر، المشاركة لأكثر من 340 رياضي ورياضية وبحضور 40 دولة في كأس العالم للمبارزة سيف الحسام ذكور وإناث فردي وحسب الفرق. يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله نقدر نقول يعني بداية موفقة جدا، لأنه الشيء مهم جدا أنه في هذه المنافسات ذو المستوى العالي أنه نحترم التوقيت. يعني كان توقيت يعني اللي كنا احترمنا بداية المنافسة كانت في التوقيت الساعة 9 صباحا، يعني انطلقت المنافسة، المنافسين المبارزين يعني الرياضيين كانوا يعني دخلوا للقاعة الساعة 7 صباحا للإحماء والتحضير. هذا يعني أنا نشكر المنظمين يعني اللي يعني قاموا بالواجب، وخاصة أنه يعني الظروف هذه الملائمة، يعني كل الظروف مواتية لنجاح وإنجاح هذا الحدث العالمي، يعني بطولة يعني من المستوى الرفيع جدا. أبطال العالم وأفضل من يجيد رياضة سيف الحسام من أوروبا إفريقيا وآسيا وحتى أمريكا زاروا الجزائر واستحسنوا الأجواء الترحاب، وأعجبوا كثيرا ببلد كنيته بلد المليون ونصف مليون شهيد. ولأننا في شهر نوفمبر فبلادنا دائما تتذكر مجاهديها ومن ضحى في سبيلها ومن لا زال يقدم خدماته من أجل تقدمها وتطويرها. الاستقبال طبعا احنا والجزائر يعني فعلا شعب شقيق، والاتحاد الجزائري والاتحاد المصري للسلاح في بينهم تعاون كبير، فبالنسبة للاستقبال أشقاء طبعا. بالنسبة للمنافسات بتاعت اليوم الأولاني، منافسات طبعا قوية جدا، دي أول بطولة في الموسم وتعتبر طبعا أكبر عدد من البلاد مشاركة في البطولة دي سواء رجال أو سيدات، وأتوقع يعني منافسات شرسة يعني إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البطولة اليوم كأس العالم في الجزائر، طبعا كان التنظيم من ناحية الجزائر كان جميل جدا، من مواصلات، من بطولة، من ملاعب، تنظيم كل شيء، والحمد لله كان الاستقبال جيد، بطولة قوية فيها تنافسية كبيرة. السلام عليكم، معكم اللاعب منتخب الكويت يوسف الكريم شمان، جينا للجزائر كأس العالم. من أول ما دخلنا الجزائر في استقبال جدا طيب، من المطار إلى الفندق، التنظيم رائع والبطولة رائعة، من أروع البطولات اللي تصير خلال السنوات اللي طافت. الجزائر حسن استقبال كأهل كرم وأهل طيب، والحمد لله كل الأمور طيبة الحمد لله يا رب في الجزائر، والبطولة كانت من أروع البطولات اللي صارت في السنين اللي طافت كلها. عدنا إلى قاعة حرشة فوجدنا أن المنتخب الوطني سيدات اختصاص سيف الحسام تمكن من احتلال المركز 13 بنتيجة إيجابية، متجاوزين منتخب كندا في المباراة الترتيبية، في حين كانت المرتبة الأولى للمنتخب الفرنسي. أما في الفردي فقد استطاعت الإسبانية مارتين بورتيغيز لوسيا من افتكاك الصدارة بجدارة. أما في صنف الرجال فكان التتويج حليف منتخب كوريا حسب الفرق، والجورجي بازاتزي ساندرو كانت له كلمته ونال المرتبة الأولى في الفردي. It was big day for me. It was really hard day because my opponents was very strong and they are top fencers. So I beat everyone and became again World Cup winner. I'm very happy. The Algerian Federation organized very well the competition. It's really beautiful, good atmosphere. And of course I like Algeria. It's really nice country. والشاي حلو عليا جدا وعلى كل شعب مصر. كل مرة باجي هنا الحمد لله بجيب أحسن. دي أول ميدالية ليا في كأس عالم كبار، وجبت ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط في وهران، ف
فبقى على طول متفائل. اول ما اعرف البطوله في الجزائر ببقى عايز اجي على طول، ببقى عارف ان شاء الله هحقق نتيجه كويسه. كان بالو كومبيتيشن لو بلاتو ايتي تري بو سي اون با دير ميم ان دي بلو بو بلاتو دو تو لو سيركوي دو كوب دو موند ميم ان اوروب دي فوا سي با كوم سا دونك سيتي بليزان دو فير لا كومبيتيشن ici aujourd'hui. هذه أول دورة، أول أنه الاتحادية الدولية ارتأت أن تجرب هذه التنظيم، خاصة يعني فيما يخص الإناث والذكور في 4 أيام فرق وفردي. هذا يعني شيء نقدر نقول تنظيم ثقيل فيما يخص يعني فيما يخص سيف الحسام. ارتأت الاتحادية الدولية من ثم تنظيم الجزائر، وفيما يخص يعني سيف الحسام الشيش في باريس يعني سي بي. صحيح أن تتويجات منتخبنا الوطني كانت غائبة، لكن الاحتكاك بالمستوى الرفيع كان حاضرا، وبوادر خير تلوح في الأفق بعد إمضاء الاتحادية الجزائرية للمبارزة اتفاقية مع أكاديمية كريستيان بوير لتحضير منتخبنا الوطني لسيف الحسام للألعاب الأولمبية باريس 2024. كما تم أيضا توقيع عقد شراكة بين الاتحاديتين الجزائرية والتونسية من أجل تبادل الخبرات وإجراء تربصات مشتركة بين المنتخبين الشقيقين. الجزائر تعود إلى الواجهة وتعطي دروسا في التنظيم المحكم والتسيير الرشيد، وترفع سقف التحدي عاليا من أجل تقديم نسخ جديدة في كل الرياضات وعلى كل المستويات.